بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن نجارة الأسقف. بالنسبة للشدة الخشبية للأسقف لو ارتفاع الدور ده 6 متر فمضطرين إن احنا نعمل، لو احنا عندنا شدة خشبية مضطرين إن احنا نعمل عرقين فوق بعض راس في راس أو قورة في قورة، يعني العرقين هيكونوا فوق بعض مش جنب بعض. طيب العرقين اللي فوق بعض دولت لازم تعمل لهم وصلات وتقوية الوصلات هامة جدا. هنلاحظ ان لازم الصح ان تعمله مشترك يمين ومشترك شمال، يعني المفروض اعمل مشتركين مش مشترك واحد، والمفروض ان انا جنب المشتركين دول اعمل قمطتين، قمطه من تحت وقمطه من فوق، وان انا اتاكد من رأسية العروق. وحاجه كمان هي ان انا لازم اعمل صف برندات علوي، يعني ما مش ممكن استغنى عن صف البرندات العلوي اللي موجود فوق ده، يبقى في صف برندات علوي موجود فوق وصف برندات موجود تحت، صف البرندات اللي تحت للعروق اللي تحت وصف البرندات اللي فوق للعروق اللي فوق، فده لازم استلمه بالشكل دوت واعمل مشتركين، مشترك يمين ومشترك شمال، واعمل قمطتين علشان اقدر استلم السقف ده كويس جدا واتاكد من رأسية جميع العروق اللي موجوده بالعين. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.